للرئاسة. يعني انا 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 اليوم انا اليوم بدي اقول شغله. اول شيء اول شيء اول شيء بدي اقول لكم مثل خير مثل خير. اليوم 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 رئاسة الجمهورية اليوم مين عم بينافسني على رئاسة الجمهورية؟ هو شخص واحد والكل بيعرفه اسمه الوزير جبران باسيل. اليوم انا برايي بدي اقول شغله انه الوزير جبران باسيل احترق ورقته بالشارع احترق ورقته بالشارع. ما بعتقد انه انا 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 اليوم الاوفر حظا لرئيسه الجمهوريه. انا الاوفر حظا. دكتور سامي جعجع، انتو كويت متهمين اليوم بركوب موجه الثوره، شو ردك على هالتهمه؟ اسمحوا لي بداية نوجه تحية خاصة كتير 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 لكل كل 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 القوتيين القوتيين. نعم استاذ بيير، هيدا كله كلام كذب ونفاق. يعني إذا حزب القوات عنده هالقد امتداد من الشمال للجنوب، يعني كان لازم بالقليلة بالقليلة بالقليلة، عم بقول على سبيل المزاح، على القليلة عندنا 120 نائب. فإذا هيدا كله كلام كذب وافتراء، لأنه كنا أول ناس نحن استقلنا من الحكومة، وهيدا دليل أنه القوات كانت وما زالت وستبقى حيث لا يجرؤ الآخرون. عشتم عشا لبنان.